نعم، هذه مسألة مهمة وهي قضية الحديث عن الإخلاص. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى أن الفقهاء يقصرون في الحديث عنه، لأنهم إنما يتكلمون عن نية القصد فقط، إذ النية نوعان: نية الإخلاص وعدم الرياء والشرك، والنية الثانية نية القصد. قال: والفقهاء يتكلمون عن الثاني ويهملون الأول. ولذا فإن طالب العلم يجب عليه أن يعنى بأفعال قلبه إخلاصا لله عز وجل، ومحبة له سبحانه وتعالى، وتعلقا به، وتوكلا عليه. واعلم أنه كلما ازداد العلم كلما ازداد التعلق بالله عز وجل، إن كان العلم نافعا، كما جاء في الخبر: إنما العلم الخشية. فكل علم لا يفيد صاحبه خشية وتوحيدا لله عز وجل، وتعلقا به جل وعلا، وصدق توكل وإنابة واستعانة به، فإنه ليس بالعلم النافع. وإنما ربما كان ذلك العلم الذي تعلمه المرء علما ضارا غير نافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وأنت أيها الموفق، إذا تعلمت علما أو جلست في درس، فاختبر نفسك في أمرين: اختبرها باعتبار قلبك، هل زاد قلبك تعلقا بالله عز وجل وزاد إيمانا به سبحانه وتعالى؟ فإن هذا علامة الانتفاع بهذا العلم. وقد كان الصحابة إذا أرادوا أن يزدادوا علما قالوا: تعال نؤمن ساعة، فيتلون آيات كتاب الله عز وجل ويتدارسونها، ذلك هو العلم. الأمر الثاني: إذا أردت أن تبتلي علمك أهو نافع أم ليس بنافع، فانظر في عملك، هل أصبح عملك بعد ذلك مستقيما على سنة وصواب أم أنه ليس كذلك؟ فإن صلاة العالم وطالب العلم ليست كصلاة غيره، فإن الأول يقتدي في حركاته وسكناته بالسنة. كذلك انظر في عملك، هل ازداد إنابة وقنوتا وكثرة طاعة أم ليس كذلك؟ ولذا من أراد أن يعلم هل علمه نفع أم لا، فلينظر في هذين الأمرين: ينظر في قلبه، وينظر في عمل جوارحه. فإن لم يرى تغيرا في ذلك، بل لربما رأى نقصا، فليراجع نفسه وليلمها، فإن نفس المؤمن لوامة. وإياك أن تكون ممن استغفله الشيطان فترك العلم بحجة أنه لم ينتفع به، فذلك جهل مركب وأيم الله.